عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي المتتبعين على قناتي على اليوتيوب. إذا خلال هذه الحصة غنديرو واحد القاعدة اللي كنتبعوها باش نحسبوا نواتج ضرب الأعداد من 11 إلى 19. مثال غادي نبدأ بواحد المثال بسيط جدا، مثلا 11 في 12. إذن هنا كما قلنا نواتج ضرب الأعداد فقط من 11 إلى 19، لذلك اخترنا جذع أو 11 ضارب 12. إذن هنا القاعدة الأولى أو الخطوة الأولى، هنا 2 كنضربوه في 1، رقم الوحدات ديال هذا العدد نضربوه في الوحدات ديال هذا، أي 2 في 1 2. ثم هنا فين درنا الجذع في الأول أو الضرب كنديرو زائد 2 زائد 1 3، كنحطو 3 هنا ثم نضيفو 1 الأخير، رقم 1 الأخير. إذن هنا النتيجة هي 132. مثال آخر 12 في 13. إذن تبعو نفس الخطوات، 3 في 2 6، 3 زائد 2 5، نضيفو 1 الأخير نفس الشيء 156. مثال آخر مثلا 13 في 15، إذن هنا 5 في 3. هنا تبع معايا هنايا كاينه واحد الخطوة ضروري نحترموها، 5 في 3 15، نكتب فقط 5 في 3 15، نكتب فقط 5 واحد نحتفظ به. ثم 5 زائد 3 8 مع واحد هذا واحد اللي عندي هنايا 9، ثم نضيف واحد الأخير، النتيجة 195. إذن غادي نديرو واحد المثال آخر، مثلا 14 في 16. 6 في 4 دائما نفس الخطوة، 6 في 4 24، نحفظو على الجوج هنايا، ثم 6 زائد 14 زائد 1 12، 12 نكتبو 2، هاد واحد اللي بقى ليا كنزيدوه الواحد الأخير هنايا 224. إذن أعزائي المتتبعين أتمنى تستفدوا معايا خلال هاد الحصة البسيطة، وشكرا لكم على المتابعة إلى حصة مقبلة إن شاء الله.